نقف اليوم للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضراب الحرية والكرامة، والذين قدموا مرة أخرى لنا وللعالم أجمع نموذج رائعا في الصمود، مؤكدين أن الظلم والاستبداد لن يقف عائقا أمام طموح وتطلعات الشعب الفلسطيني في قيامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية ومغادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. الحضور الكرام، لقد دائبت إسرائيل منذ عشرات السنين على تشديد إجراءاتها التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين ومعاملتهم بطريقة غير إنسانية وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية الإنسانية. السيدات والسادة، لقد أكدت القمة العربية 28 والتي استضافتها بلادي الأردن على مركزية القضية الفلسطينية وأن فشل المجتمع الدولي في حلها بشكل عادل وشامل وفق المرجعيات والمواثيق الدولية سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة كلها، وسيكون ذريعة سهلة لعصابات الظلام وخوارج العصر في الاستمرار في غزو عقول شبابنا العربي وكسبهم لصالح جبهة التطرف والغلو والإرهاب. السادة الحضور والسيدات الأفاضل، إن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام هو رسالة جديدة إلى إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بأن تمعن النظر في خطواتها الإحادية الجانب والتي لن تنتج إلا عدم الاستقرار وضبابية المستقبل للمنطقة كلها، وأن عليها أن تستجيب لمتطلبات السلام العادل والشامل وإعادة الحقوق إلى أهلها وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. الحضور الكرام، سيستمر الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم صاحب الولاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ورئيس القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية بالتنسيق الدائم مع معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والدول العربية ومجلس الجامعة على مستوى المندوبين والمستوى الوزاري لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية وتبعاتها، ومنها إضراب الأسرى، والعمل على إلى إيصال رسالتهم للعالم بأسره والعمل مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية كما ورد في إعلان قمة عمان الذي شدد على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية حقيقية وفاعلة تنهي حالة الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.